على عداد السرعة. بصي لا مش معقول حدي سرعة شوية. شامل بتضحك يا شامل؟ يعني كان لازم تنشف ريقي؟ بذمتك مش كده احسن؟ بذمتي انك مجنون. وفي احسن من جنان؟ كده؟ طب تسمح تروحني بقى؟ مش لما نحتفل باعظم قرار في حياتنا؟ لا يا شيخ، اياك صدقت. نعم، طيب. استنى استنى يا شامل، انا قصدي قصدك ايه؟ قصدي قصدك ايه؟ اتكلمي. قصدي اني بحبك. بحبك رغم جنونك. بحبك رغم اني خايفة منك وخايفة عليك. قلبي وانا معاك بيقولي هو ده، وعقلي بيقولي لا، حسبي ده طيار مغامر شغلته اللعبة مع الخطر. شغلته اللعبة مع القدر. أنا خايفة يا شامل، خايفة أوي، خايفة حد منهم يغلبك وياخدك مني. ما تخافيش يا سلوى، مفيش حد هيقدر يخطفني منك ولا حد هيقدر يخطفك مني. يا ماما مش معقول اللي حضرتك بتعمليه ده. ايه هو اللي مش معقول؟ ضيعت شبابي وعمري عليك انت واخوك، وما تكبروا عاوزين تسيبوني. هو يشتغل طيار، كل رحلة يقوم بيها اعيش فيها على اعصابي، وحضرتك عايز تهاجر لكندا. عادل يا حبيبي، اذا كنت عايز فلوس انا اديلك اللي انت عايزه، بس ما تسيبنيش. قلت ايه؟ اللي تشوفيه يا ماما. اذا كنت حضرتك مش عايزاني اسافر مش هسافر. انا ما اقدرش اخالف امرك يا ابني. دي مش اوامر، المساله ان المساله ان حضرتك عايزه تخلينا جنبك على طول، حتى لو كان ده على حساب مستقبلنا. دي انانيه يا ماما. انانيه، انا انانيه. اسمعني، في حاجه خطيره جدا لازم تعرفيها عني. يا ساتر خير. انا اناني وغيور جدا وعنيد جدا في نفس الوقت، ومجنون جدا في نفس الوقت. كل دي حاجات مش جديده عارفينها. انت ناسي ان انا بعرفك بقالي اكتر من سنه؟ يعني عارفه كل عيوبي. ما تقدرش تقول عليها عيوب. مميزات يعني. ولا كلها مميزات. اصل يا سيدي بقى، انا بحب جنانك، وبحس انه دليل على الحيويه وحب الحياه. وبيني وبينك اصل انا مجنونه زيك وبحب الحياه. ابو الغيره؟ الغيره؟ الغيره اقول لك، الغيره في حدود. اصل الراجل اللي ما يغيرش على حبيبته يبقى ما بيحبهاش، يبقى ما عندوش قلب. طب والانانيه حضره الفيلسوفه، تفسيرك ايه للانانيه؟ انانيه؟ بس ما تزعلش. اصل الانانيه دي مرتبطه بحاجه انت دايما تقولها لي يا شامل. دايما تقول لي الحب هو الانانيه، وانت دايما كنت بتعرضيني وتقولي لي ان الحب هو العطاء، وكلام فاضي من الفلسفه بتاعتك دي. كده يا شامل؟ انا كلام فاضي من الفلسفه بتاعتي؟ طيب يا سيدي، انا راضيه ان حب يكون لك العطاء، وحبك ليا يكون هو الانانيه، وراضية كمان انك تعتبرني اللعبة الحلوة بتاعتك زي ما بتحب تسميه. عادل يا حبيبي ما تزعلش مني، انا فعلا كنت انانية لما حاولت امنعك من السفر. لا ابدا يا ماما، انا ما كانش قصدي، هي طلعت كده غصب عني. ارجوك يا ماما ما تزعليش مني، انا اسف. يا ابني انت ما عملتش حاجة عشان تعتذر،
انت كان عندك حق. احيانا يا عادل الحب بيبقى توأم للأنانية، وانا من حبي فيكم ما بقتش اشوف اكتر من اللي انا عايزاه. انت هتسافر يا عادل. صحيح يا ماما، بتقوليها من قلبك؟ ايوه من كل قلبي. طب ليه انت متصور ان مامتك هتزعل لو اتجوزنا؟ ما احنا مش هنبعد عنها برضو. ازاي بقى؟ مش احنا لما نتجوز هنسكن في بيت لوحدينا؟ ليه؟ هو انتوا بيتكوا ضيق ولا ايه؟ بالعكس، دي فيلا كبيره. طب خلاص، حد يبقى عنده فيلا حلوه كبيره ويدور على سكن تاني. يعني تقبلي تعيشي مع امي في بيت واحد؟ مش هي ست طيبه زي ما انت بتقول؟ بس انا ما بقاش. طب ليه بقى؟ لاني اناني، ما احبش اي حد يشاركني فيكي حتى امي. مصطفى وصل. مصطفى انت طيب يا اخويا، تاخرت ليه؟ صديق اللدود اللواء حمدي عزت، لواء مليس متقاعد، هو اللي اخرني. هلا يا سلوى. سلوى اهلا يا حبيبي، كل سنه وانت طيبه. ايه الحلاوه دي كلها؟ ازيك يا انجل؟ مساء الخير يا مساء ايه بقى حضرتك اتاخرت علينا كده ليه؟ قول لهم بقى يا كابتن، ما تدافع عني يا اخي، انت واقف ساكت كده ليه؟ بتوع البوليس بيبقوا دارسين قانون برضه ويقدروا يدافعوا. الحقيقه يا جماعه انا اللي اخرته، علشان كده ارجو من المحكمه انها تحكم ببراءه المتهم. براءه. فين العريس؟ فين شامل؟ شامل زمانه جاي، المفروض انه يكون هنا الساعه 10. هي الساعة كام دلوقتي؟ الساعة 10:30. يا خبر، تتأخر. بس زمانه جاي أصله، وما قدرش ياخد أجازة النهاردة عشان ثلاثة من زملائه أخدوا أجازة. معلش يا حمدي، زمانه جاي. تعالى يا حمدي ندخل ناكل حاجة. مفيش مانع. أنت مش عاملة بوفيه زينب وعزمانة ولا إيه؟ طبعا يا أخويا. البنت اللي لادي راس السنة وأنا ما تنازلش عن الدنيا. اتفضل يا حمدي. مالك يا سلوى؟ سرحانة في ايه؟ ابدا يا ماما، انا بس كنت مشغولة، اصل شامل اتأخر قوي. امال انا اقول ايه يا سلوى؟ شامل ولا عادل؟ عادل اللي هادر بقاله سنة وواحد وعشرين يوم، بعدهم باليوم يا سلوى. شايفة الولاد بيعملوا فينا ايه؟ لكن عذابهم لذيذ. بكرة ربنا يرزقك وتجربيه. شامل جهاز لاسلكي عطلان. بتقول ايه؟ في حاجه حصلت. ايه؟ حصل ايه؟ هنعمل ايه يا كابتن شامل؟ الو؟
لا لا لا. انتوا ليه جبتوني هنا؟ ليه ما سبتونيش في المستشفى على طول؟ يا سلوى فين؟ سلوى راح تحضر الحقن. أنا هروح أشوفها بنفسي. هو ده آخر المطاف يا ماما. كرسي بعجل. معلش يا رحمة. بكرة تخف. شدة وتزول يا شامل. شدة وتزول. لسه حقنة يا سلوى؟ لا خلاص أهو يا عجل. ممكن مصطفى؟ ايوه. انا عايز اسالك على حاجه. اتفضلي. هي حكايه شامل هتفضل كده كتير؟ انا هقول لك على كل حاجه. أنا جيت أهو يا سي شامل. أمك مصطفى بيقولي إنك مش قادر على بعضي لغاية ما غليلك الحقن. يا سلام بتبصلي كده ليه؟ مش عاجبك كلامي؟ طيب يلا اديني إيدك بقى عشان الحقن. لا لا. ليه يا شامل؟ ليه يا حبيبي؟ مش عاوز حقن. يا خبر، مش عايز حقن؟ ليه بقى؟ انت مش عايز تخف ولا ايه؟ لا يا سيدي، انا عايزك تخف بسرعة علشان نرجع نلعب ونجري ونسهر تاني. الربيع قرب قوي. فاكر شامل. لا. هديت حيلي، قطعت نفسي. ايه يا اخي انت مجنون رقص؟ انا مجنون بحبك يا سلوى. يا اخويا بطل غنى والنبي، احنا متجوزين بقالنا اكتر من سنه. وهو الحب يبقى له طعم الا بعد الجواز. يا سلام، انت لو كنت بتحبني صحيح ما كنتش تسيبني معلقه بين الارض والسماء. شامل انت بتضحك، انا بكلم جد. انت كل مره بتسافر فيها ببقى خايفه عليك،
يفضل يدق 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 لغاية ما ترجع لي بالسلام. ما دي حلاوتها يا عبيطة. حلاوتها ان يفضل ملهوفة كده عليك على طول. ده انت ما بتصدقش ترجع من رحلة الا ما يكون وراك رحلة تانية. كله كده ورا بعضه. ده انا بيتهيألي ان الوقت اللي بتقضيه في الطيران اكتر من الوقت اللي بتقضيه معانا في البيت. طب ما تزعليش، بكرة هتنزل الطيران واقضي الوقت كله معاكي. امتى بقى؟ ان شاء الله لما تطلع المعاش. ما هو المعاش بتاعنا قريب، لان الطيار لازم تكون اعصابه ونظره ولياقته البدنيه 100%. يا سلام، يعني انا بقى لازم استنى لما اعصابك تبوس ونظرك يضعف ولياقتك البدنيه تروح. مظبوط. طب والنبي بلا خيبه، طب هعمل بيك ايه ساعتها بقى لما تبقى كده؟ طب يعني اعمل لك ايه؟ لعيبك دلوقتي ولا عيبك لما اعتذر الطيران؟ انا عايزاك بقى تعتزل وانت كده. واعمل ايه بقى ان شاء الله؟ عايزك تقعد جنبي في البيت. تقعد جنبي في البيت. عايزك تقعد جنبي في البيت. تقعد جنبي في البيت. تقعد جنبي في البيت. شامل، شامل مالك؟ انت سرحان في ايه؟ مالك يا حبيبي؟ تعبان، عاوز ارتاح. حاضر حاضر يا حبيبي حاضر. يعني خلاص يا مصطفى؟ مفيش فايدة؟ قولي أي حاجة، اكتب عليا، اخدعني، بس ما تقوليش إن هيفضل كده مشلول طول عمره. عاوزاني أغشك يا زينب وعلقك بأمل كذاب. زينب، احنا لازم دلوقت نفكر في اللي جاي. اللي شاغلني صحيح هو موضوع سلوى مراته. هي عرفت حاجة؟ ايوه، ما كنتش عاوز اخدعها عشان لو كان هيبقى لها موقف نستعد له من دلوقت. انا شخصيا ما اقدرش الومها لو قررت انها تسيبه. تسيبه؟ مش ممكن يا مصطفى، دي حياته كلها، دي روحه، دي بيحبها من كل قلبه، من كل قلبه يا مصطفى. بس انا خايف ان الحب ده يتحول لشفقة مع مرور الوقت. ازاي نقدر نحافظ على سلوى؟ هي دي يا زينب الامل الوحيد اللي هيفضل عايش عشانه، الروح اللي هيديله اشعاع حياته زي ما بتقولي. سلوى، بالهنا والشفاء يا حبيبي. تحب بقى اطلعك فوق السرير ترتاح شوية؟ لا. طيب تحب ادلك لك رجليك زي ما كان بيعملك في المستشفى؟ لا. ايه يا شامل؟ ايه يا حبيبي؟ مالك؟ اخرجي بره يا سلوى، اخرجي بره. ليه يا شامل؟ حصل ايه؟ قلت لك اخرجي بره. واداهيلي ماما، اداهيلي ماما. ماما 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 ماما. ايوه حبيبي انا اهو. مالك يا شامل؟ في ايه؟ في ايه يا سلوى؟ حصل ايه؟ اسألي يا ماما، انا مش عارفه. مالك يا شامل؟ تحب سلوى تطلع بره اذا كنت محرج تتكلم قدامها؟ طيب اطلع انا بره. لا استنى انت يا سلوى، انت ما عملتيش حاجه غلط. المساله هو فيها ان انا مش عاوز سلوى تشوف ضعفي، مش عاوزها تشوف عجزي. انا بقيت انسان عاجز، مش ممكن
مش ممكن سلوى هتكرهني بالطريقه دي. انا يا شامل؟ معقول يا حبيبي؟ ده انا مراتك. ممكن تشوف لي ممرضه خصوصي تقعد معايا هنا على طول يا خالي؟ ايه؟ ممرضه خصوصي؟ ليه يا شامل؟ امال انا هعمل ايه؟ شامل رد عليا، انت مش عايزني؟ شامل رد عليا. لا ادري ماذا افعل، لا اعرف كيف اقنع شامل ان حبي له اصبح اقوى مما كان، لكنه لا يريد ان ارى عكسه ولا ان يظهر امامي في صورة الإنسان الضعيف العاجز. إني أعذره، لكني أتعذب. كنت أريد أن أبقى إلى جانبه دائما وأعطيه من حبي وحناني ما يعوضه عن السجن الرهيب الذي يعيش فيه. إني ما زلت أؤمن بأن الحب عطاء لا أنانية، وحبي لشامل لا يمكن أن يظهر على حقيقته إلا في هذه اللحظة، هذه اللحظة التي يحتاج فيها إلى عطائي ويحتاج فيها إلى حناني وتضحيتي. لا كلا، إنها ليست بتضحية ولكنها حب، حب كبير. شامل لا يريد مني أن أقوم بدوري الطبيعي في هذه اللحظة، وأتى بإنسانة غريبة لتأخذ مكاني وتقوم بهذا الدور الذي كان يجب أن أقوم به أنا. لماذا يا شامل؟ لماذا؟ هل ألومه؟ هل أغضب وأزيد من عذابه؟ لا أدري، لا أدري ماذا أفعل، لا أدري. بالشفا ان شاء الله. انا مش عارف اشكرك ازاي يا نسا ناديه. انا ما بقديش اكتر من وجبي. بالعكس، انت رديتي لي الامل في الحياه. اتفضلي يا عادل. انا هدخل حضرتك الحمام بعد شويه، احنا لسه قدامنا الوقت طويل. اتفضلي يا عادل. امك انتي بقالك مدة طويلة ما خرجتيش من البيت يا أنسة نادية. أنت عاوزني أخرج؟ أصلك ما خدتيش ولا يوم أجازة من ساعة ما جيتي. يا سيدي مش عاوزة أجازات. أنسة نادية، أنت مالكيش أهل. أنا آسف إذا كان سؤالي ضايقك. لا لا ابدا، انا كل اللي كان في حياتي انتهى. بابا الله يرحمه. والدك اتوفى؟ ايوه، مراته قتلته. مراته؟ ايوه، ماما ماتت وانا صغيره، وبعدين اتجوز واحدة تانية كانت صغيرة وشابة، قدرت تسيطر عليه لأنه كان كبير بالنسبة لها، وبعدين سابته وهربت مع راجل تاني. هربت؟ دي تبقى خيانة. ما هو عشان كده انتحر. ايه؟ والدك انتحر؟ انتحر من الصدمة، ما قدرش يستحمل، موت نفسه عشان يستريح من العذاب. طب وهي؟ هي؟ أقدر أقعد مع جوزي شوية يا مادموزيل؟ ولا تعليمات الدكتور تانية؟
عن إذنكم. بتعمليها كده ليه يا سلوى؟ أنا يا شامل؟ أنا اللي ليه بعملها كده؟ أمال هي كانت قاعدة بتعمل إيه هنا دلوقتي؟ أنا اللي قلت لها تقعد. ليه؟ كنت حاسس بوحدة وعاوز أتكلم مع أي حد. أمال أنا وظيفتي إيه في حياتك دلوقتي؟ وظيفتك؟ يا شامل ده أنا ما بقتش عارفة أشوفك ولا أكلمك ولا أقعد معاك إلا لما آخد إذن منها. ليه بتبعد عني كده؟ ده أنا سلوى. سلوى اللي بتحبك وبتعتبر ان الحب عطاء. ليه بتبعد عني يا شامل؟ ليه؟ انا بحبك قوي يا شامل، بحبك صحيح. لا مؤاخذه يا مدام، ما عاد الحقنه. عادل واصل؟ زمانهم في الست. انت ما رحتش المطار؟ حمدي هو اللي بيجيبه من المطار. فهمته يقول ايه عشان يكون عنده فكرة؟ ايوه فهمته. الا قول لي يا مصطفى، حمدي بقى له مدة منقطع عننا ليه؟ ما انت عارف حمدي معظم اعماله التجارية بره مصر. ده لسه جاي من اوروبا من يومين. ازيك يا سلوى؟ الحمد لله يا عم. شامل حبيبي، الممرضة المقيمة عشان شامل. وايه اللي جابها لكم؟ أنا. ليه؟ أنت تعرفها؟ اتكلمي. قولي الحقيقة. أنا ما قتلتوش. مراته هي اللي قتلته. يا آنسة نجا، الإنكار مش هينفعك. تقرير الطبيب الشرعي اثبت ان والدك مات مسموم. مراته هي اللي سمته. مش ممكن، ده ابويا. وبعدين رغم ان المحكمه حكمت ببرايتها، الا اني كراجل بوليس ليا خبرتي كنت بشك في النهايه اللي قتلته.
ازاي؟ البنت كانت متعقده ومنطويه على نفسها من يوم وفاة امها، واقدام ابوها على الجواز من واحده تانية خلتها تكرهه، وفي نفس الوقت تكره مرات ابوها، علشان كده فكرت في جريمتها بحيث انها تضرب عصفورين بحجر واحد، تقتل ابوها وتدخل مرات ابوها السجن. ارتكبت جريمتها بطريقه محبوكه بحيث انها تثبت التهمه على مرات ابوها 100%. وثبتت التهمه على مرات ابوها؟ المحكمه اعتبرت الحادث انتحار. انتحار؟ مفيش ادله لا على البنت ولا على الزوجه، والمحكمه اعتبرت الاب منتحر وحكمت ببراءه الاثنين. طيب مش جايز المأساة الرهيبة اللي مرت بيها عملت عندها نوع من التطهير؟ ممكن تديني فكرة عن سلوكها هنا؟ سلوكها ممتازة يا حمدي. تصور من يوم ما جبتها هنا بقالها مدة طويلة جدا ما فرقتش البيت يوم واحد، تفانيها في خدمة شامل والعناية بيه ما اقدرش اوصف لك، لدرجة ان شامل ما يقدرش يستغنى عنها يوم واحد، أصبحت كل شيء بالنسبة له، هي اللي بتأكله وتشربه وتلبسه وتقلعه وتديله الدواء وتمرضه، أصبحت بالنسبة له كل شيء كل شيء. ومراته ووالدته؟ دي حكاية طويلة. شامل بيحب مراته لكن في نفس الوقت ما يحبش يظهر قدامها بمظهر الضعيف العاجز، عشان كده رفض انها تمرضه. دكتور مصطفى، ممكن تشوف واحدة تانية؟ واحدة تانية؟ مساء الخير يا ماما. مساء الخير يا حبيبي. مساء الخير يا سلوى. مساء الخير. ماما. ها. انا حسازن حضرتك اروح اسهر بره الليله دي. يا ترى هتسهر لوحدك ولا مع حد؟ حد مين يا حسرة؟ قولي لي يا سلوى. نعم. شامل صاحي ولا لسه نايم؟ لا بيتهيألي انه لسه صاحي. طبعا اذنكم اروح اشوفه قبل ما اخرج. بقول لك ايه يا عادل؟ ايوه. خد سلوى معاك. دي ما خرجتش من باب البيت من يوم اخوك حصلت له الحادثه، وكانت رافضة تخرج مع أي حد. أنا متأكدة إنه شامل حينبسط قوي لو خرجت معاك. فعلا.
عند البعض في الهند أنهم كانوا يحرقون الزوجة إذا مات زوجها. عادة فظيعة قوي. بالعكس. طب الزوجة ذنبها إيه؟ ده منتهى العدل. إزاي هو يموت ويتدفن وهي تعيش وتستمتع بالحياة؟ لكن إزاي أنا سمحت لها تخرج؟ قصدك مين؟ سلوى. هي على أي حال ما خرجتش مع حد غريب، لازم يكون عندك بعض الثقة. بعض الثقة؟ يعني مش كل الثقة. الثقة المطلقة بتكون في الأنبياء والقديسين بس، لكن البشر مش معصومين. دهيلي ماما. حاضر. بكرة هتنزل الطيران وأقضي الوقت كله معاكي. امتى بقى؟ ان شاء الله لما تطلع المعاش. ما هو المعاش بتاعنا قريب، لان الطيار لازم تكون اعصاب ونظر ولياقته البدنيه 100%. يا سلام، يعني انا بقى لازم استنى لما اعصابك تبوظ ونظرك يضعف ولياقتك البدنيه تروح. طب والنبي بلا خيبه، طب حامل بيك ايه ساعتها بقى لما تبقى كده؟ ايه يا شامل، عايز حاجه؟ عاوز اتكلم معاكي. في ايه يا حبيبي؟ ماما، انتي ليه خليتيني اسمح لسلوى تخرج مع عادل؟ انت بتقولي؟ انتي ليه عملتي كده؟ عايز تفهم ليه يا شامل؟ عاوز افهم. عملت كده علشانك. عشان انا؟ عشان مصلحتك، خايفة سلوى تسيبك. ايه؟ تسيبني؟ هي قالت كده؟ هي ما بتتكلمش، هي كان نفسها تقضي عمرها تحت رجليك تخدمك بعينيها، لكن حتى دورها الطبيعي حرمتها منه. انت خايفة عليها ومش همك اللي انا فيه. انا بحافظ عليها عشان خاطرك انت. تقومي تخليها تخرج مع عادل؟ وماله يا شامل؟ محدش معصوم من الخطأ. كيف؟ ليه لا؟ سلوى ست وجوزها عاجز مشلول. سلوى لو ما كانتش بتحبك مفيش قوة في الدنيا تجبرها انها تعيش معاك، تعيش في السجن اللي انت دافنها فيه. هي راضية بنصيبها، انت اللي مش قادر تحافظ عليها، عاوز تحطمها، عاوزها تضيع من ايدك. يعني خروجها مع عادل هيحل المشكلة؟ عادل هيقعد شهر وبعد كده هيسافر، سيبها تخرج معاه، سيبها تكسر الملل. وانت يا شامل غير اسلوبك معاه، خليها تحس بحبك بعطفك بحنانك. ويا ابني ان نادية دي تمشي وهي اللي تاخد لا مش ممكن تبعد ابدا ابدا. سمعتي ايه؟ سلوى عاوزه تسيب البيت وتطلب الطلاق. انا متاكده ان عادل مش هيتخلى عنها. قصدك ايه؟
متأكدة انها بعد ما تتطلق منك هتحصلوا على كندا. يبقى لازم امنعها، لازم امنعها. مفيش غير طريقة واحدة. ايه هي؟ قولي بسرعة. انك تصالحها وتتظاهر انك ندمان على كل اللي حصل، وتخليها تخرج وتسهر مع عادل. طب وبعدين؟ سيب الباقي. يردد دائما أن بعض قبائل الهنود القدماء كانوا يحرقون الزوجة إذا مات زوجها. إنه يريد أن يحرقني. كم أنا حزينة لأن الأمر بيني وبين شامل وصل إلى هذا الحد. لقد وعدني عادل أن يرسل لي تذكرة سفر كي ألحق به إلى كندا، لكن الأمر لن يكون سهلا. لابد من الخلاص من شامل أولا. هذه هي الفكرة التي تسيطر علي الآن بعد أن وصل الأمر بيننا لنقطة لا عودة. الخلاص من شامل، الخلاص من شامل، الخلاص من شامل. سمعت؟ هيبعت لها تذكرة عشان تحصله، وجايز كان هياخدها معاه. عايز دليل اكتر من كده؟ ما كانتش عارفة هتعمل ايه لو عادل مجاش. يعني عادل هو اللي أنقذها، وجوده فتح لها بصيص من الأمل، خلاها تحس إن ليها قيمة في الدنيا. وسمعت هو قال لها إيه؟ أنتي من غيرك الدنيا تبقى سراب. الدنيا من غيرها تبقى سراب. كفاية كفاية كفاية. يا شامل مالك يا حبيبي؟
سلوى فين؟ خرجت مع عادل. الخيانة شامل لازم يقرب نفسه. انت بتفكر في ايه يا شامل؟ انا بفكر في اعظم آلة للقتل من ملايين السنين. قابيل قتل هابيل والسبب القيمة. بتفكري في ايه يا سلوى؟ زي ما قلت لك يا عادل، الليلة دي لازم احط حد لعذابي ده كله، لازم. سلوى انا خايف. خليك انت بعيد، انا اللي لازم اتصرف وهكون مسؤولة عن كل التصرف وكل النتائج. بعد كده شوف. نادية سيبيه نايم، ما تصحيهوش. لا مؤاخذة يا مدام، ميعاد الحقنة. قلتلك سيبيه نايم، أصله كان سهران معايا امبارح شوية ومش مهمة الحقنة دلوقتي. لا مؤاخذة يا مدام، لازم ياخد الحقنة في ميعادها. جرى إيه؟ أنت مش ناوية تغيري أسلوبك ده معايا ولا إيه؟ آسفة يا مدام، أنا عارفة أوبي كويس. ماما سلوى معلش يا حبيبتي سيبيه. فينها ايه يا ماما؟ انت مش شايفه تصرفاتها معايا؟ البنت دي لازم تقف عند حدها. شامل شامل ماله شامل؟ صباح الخير يا فندم. صباح النور، أي خدمة؟ والله أقدر ألاقي مكان على طيارة كندا النهاردة؟ دقيقة واحدة أشوفها لك. ميرسي جدا. يا عمي لا لا
حاول يستريح. ادعو ربنا انه يغفر له. من رأيي ان اجراءات الدفن والجنازة لازم تتم بسرعة. انا هكتب شهادة الوفاة واللواء حمدي هيعمل اللازم. بتقول ايه يا دكتور مصطفى؟ في ايه يا نادية؟ دفن ايه وجنازة ايه يا دكتور؟ دي جريمة. ايه؟ انت بتقول ايه؟ بتقول ايه؟ شامل مات مقتول يا هانم. مات مقتول؟ قصدك ايه يا نادية؟ انا عارفة كويس مين اللي قتله. كمان عارفة مين اللي قتله؟ بس مش هتكلم دلوقتي، لازم تبلغوا النيابة اولا، والاوضة دي تفضل مقفولة لحد النيابة ما تيجي وتعاين كل حاجة. ايه اللي بتقوليه ده؟ مش مكفيك اللي حصل له هو عايش منكم؟ عايزه تجيب النيابه والبوليس عشان يشرحوه؟ انا ما اسمحش ان حد يحط ايده على ابني. كفايه اللي شافه هو عايش. سيبوه يرتاح بقى في نومته يا ناس. كفايه حرام. اذا ما بلغتوش النيابه هضطر ابلغ انا. آنسة نادية، أنا الطبيب المسؤول مش أنتي. أنا لسه كاشف عليه دلوقت، ولو كان في أي جريمة كنت اكتشفتها. شامل مات نتيجة هبوط مفاجئ بالقلب. أنتي غلطانة، مفيش أي جريمة يا آنسة نادية. يبقى أنا اللي هبلغ النيابة بنفسي. ادخل. ايوه يا شويش، في حاجه؟ واحدة برا عايزة تقابل حضرتك. واحدة؟ مين دي؟ ايش اسمها يا فندم؟ عايزة تبلغ عن جريمة قتل. وبعدين؟ هنفضل مستنيين كده؟ أنا مش شايف أي أثر للجريمة يا حمدي. أنا هكتب شهادة الوفاة على مسؤوليتي. لا لا لا، مش كفاية يا دكتور، التصرح هيشكك في كل الموجودين. كل الموجودين؟ طبعا. فين عادل؟ عادل؟ عادل سافر. سافر؟ قبل اكتشاف الوفاة؟ أيوه. ازاي ده؟ هو مش كان ناوي يقعد ويمد أجازته؟ كان ناوي، لكن زعل مع شامل امبارح بعد ما رجعنا، وشامل اهانه بالكلام فصمم انه يسافر النهارده. اهانه بالكلام؟ ازاي؟ لكن سفر عادل المفاجئ ده برضه هيلقي ظلال من الشك على الجريمه. اذا كان في جريمه صحيح يبقى هي مفيش غيرها. قصدك مين؟ ناديه. نادية، أيوة نادية، نادية اللي قتلت شامل، نادية اللي قتلته، نادية اللي قتلته. تحب تستريحي شوية ولا نكمل؟ لا لا، أنا كويسة. طيب، كملي كلامك. لما دخلت عليه الأوضة الصبح عشان أديله الحقنة لقيته مرمي على الكرسي بتاعه، افتكرته نايم، ناديت عليه ما ردش عليا، كسيت نبضه لقيته. وبعدين بصيت حواليا في الاوضه لقيت ازازه راس المنومه اللي بديله منها قرص كل ليله كانت فاضيه. هي الازازه كانت مليانه؟ امبارح كان فيها 10 اقراص، دوبت له قرص وحطيته في الكوباية على الكومودينو جنب السرير بتاعه، لكن كانت فاضية.
مش جايز دوب بالتسعة تقراص وشربه؟ مش ممكن، لأن الإزازة كانت على الرف وهو ما كانش يقدر يوصل لها. ليه؟ لأنه كان مشلول وما يقدرش يتحرك إلا على الكرسي المتحرك، وعشان يوصل للإزازة كان لازم يقف. الأرجح يا فندم إن يكون حد دوب له التسعة تقراص مع القرص اللي كان في الكوباية وسقهم له. مش جايز الأقراص التسعة ضاعهم أو حد شالهم؟ ما أعتقدش برضو يا فندم. الكوباية اللي كان فيها بقايا المحلول نسبة الترسيب فيها كانت عالية جدا، مش ممكن تكون ناتجة عن قرص واحد. يعني أنت معتقدة إنه شرب محلول الأقراص العشرة؟ الكوباية اللي فيها بقايا المحلول والإزازة الفاضية لسه موجودين في أوضته. ده إذا ما كانش حد يحاول يخفي المعالم ويخبي الجريمة. سيادتك تقدر تأمر بتحليل بقايا المحلول ورفع البصمات من على الكوباية والإزازة. تكونيش كنت بتشتغلي في المباحث قبل كده يعني سنة دي؟ أنا يا فندم؟ أصلك بتتكلمي بمنطق واحد، خبير بإجراءات القانون، التحليل والبصمات. بس فاتك إننا لازم نشرح الجثة كمان. أنا كنت هطلب حالا تشريح الجثة. تبقي متأكدة إنه في جريمة قتل؟ مجرد شك لحد دلوقتي. شك؟ شك في مين؟ أرجو إن سيادتك تعفيني من توجيه الاتهام لشخص معين. يعني ما بتتهميش شخص معين؟ لما تظهر نتيجة التحليل والتشريح والبصمات هقول أنا بتهم مين. أنسة نادية. أفندم. ازاي قدرت تفكري في كل الحاجات اللي قلتيها دلوقت بنفس الترتيب والحبكة في حين لما دخلتي شفتي مريضك ميت؟ نعم. اي انسان في الموقف ده لازم المفاجأة تصعقه، يجري يصرخ، مش يفكر في الازازة والاقراص والكوباية ونسبة الترسيب ولا مش كده ولا ايه يا آنسة نادية؟ عندك حاجة تانية عايزة تقوليها؟ آه طبعا، عندي أقوال كتيرة، كتير قوي. طيب وفر الكلام اللي عايزة تقوليه دلوقتي لحد ما تيجي نتيجة التشريح والتحليل والبصمات. محمود. أيوة يا فندم. امضي يا آنسة نادية. اكتب عندك. اولا تحبس الانسه ناديه عبد الهادي 4 ايام على ذمه التحقيق. ايه يعني ايه تحبسوني انا ليه؟ ثانيا ندب الطبيب الشرعي لاجراء الكشف على جثه المرحوم شامل عبد الوهاب وتحديد اسباب الوفاه وتشريح الجثه اذا راى موجبا لذلك. ثالثا ضبط الزجاجه والكوب والمحلول الذي جاء في أقوال المبلغة وإجراء رفع البصمات وتحليل المادة المتبقية في الكوب. رابعا إرجاء التحقيق لحين ظهور نتيجة الكشف والتشريح والتحليل. في حاجة مهمة عاوز أقولها. إيه هي؟ عادل أخوه ماله؟ نزل الصبح عشان يسافر كندا. قصدك إيه؟ مهانة بقى، لازم أقول كل حاجة، كل حاجة. دكتور مصطفى. أفندم. سيادتك كنت شايف إن الوفاة حدثت طبيعية نتيجة هبوط مفاجئ في القلب لدرجة إنك كتبت شهادة بكده وتصريح بالدفن. أيوه. طب ايه رأي سيادتك في تقرير الطبيب الشرعي اللي اثبت بعد تشريح الجثة ان الوفاة حدثت نتيجة تعاطي كمية كبيرة من الحبوب المخدرة 10 تقراص على الاقل دفعة واحدة؟ مفيش خلاف بين اللي اثبته الطبيب الشرعي وبين اللي قلته. ازاي؟ لان تعاطي الحبوب المخدرة في جرعة كبيرة هو اللي نتج عنه هبوط مفاجئ في القلب، وده السبب في الوفاة زي انا ما قلت. أما إن الهبوط المفاجئ ده حدث نتيجة الحبوب المخدرة أو نتيجة عوامل طبيعية زي ما بيحصل كتير، فدي مسألة ما كانش ممكن أكتشفها
بمجرد الكشف العادي على المتوفى. وبما أني ما كانش عندي خلفية أو شك أو تصور في أن الوفاة ممكن تكون حدثت لأسباب خارجية، فكان من الطبيعي ألا أرد الوفاة إلى أي سبب خارجي وأن أعتبر أنها طبيعية. كلام منطقي. كويس يا دكتور مصطفى. يعني سيادتك عايز تقول أن الظروف اللي كان متواجد فيها المرحوم ما كانتش تثير الشك أبدا أن وفاته تكون راجعة لعوامل خارجية إطلاقا. طب إيه اللي خلى الممرضة نادية بالذات هي اللي تشك ويتجه ذهنها للناحية دي أول ما شافته ميت على الكرسي؟ أنا بعتقد أن ده معناه أنها كانت على علم مسبق بأبعاد الجريمة، لأن الإنسان مش ممكن ينصرف ذهنه للافتراضات والاكتشافات اللي اكتشفتها نادية لما يفاجأ بإنسان ميت. يعني لحظة مفاجأة ممكن تشل تفكيرها وتخليها تتصرف بدون وعي، على عكس تصرفها اللي شفناه تماما. نقدر نقول ان سيادتك بتتهمها بقتله؟ انا؟ بصفتك خال المرحوم. انا بترك المسألة دي للنيابة، اكيد التحقيق حيوصلكم للحقيقة وكل الاحتمالات ممكنة. ادخل. ها في ايه؟ متهم عادل عبد الوهاب يا فندم، قبض عليه في المطار. عادل ابني حبيبي. ماما ايه اللي حصل؟ ايه اللي جابنا هنا؟ شامل يا عادل، شامل اخوه. شامل مش ممكن. ازاي؟ ازاي؟ سلوى الممرضة نادية بتتهمني ان انا وانت قابلنا شامل. تقتلي شامل؟ دكتور مصطفى، ما عندكش فكرة عن العلاقة اللي كانت بين زوجة القتيل واخوها عادل؟ ايه؟ علاقة؟ مين اللي قال الكلام ده؟ النادية الممرضة. نادية دي انسانة مدمرة كدابة. ارجوك يا دكتور جاوب على قد السؤال لو سمحت. سلوى مرات شامل كانت بتخرج مع عادل وتسهر معاه ولا لا؟ ايوه، بس ده تم بناء على موافقة من شامل، لان سلوى كانت في ظروف صعبة كلنا حاسين بيها ومقدرينها. هي اشتكت لكم من ازمتها دي؟ كل انسان له طاقة. يعني انتم كنتم حاسين انها بتعاني ازمة؟ اي انسان في ظروفها دي كان لازم يعاني. دي كانت بتواجه ظروف من اقسى ما يمكن. جوزها الشاب اللي بتحبه عاجز مشلول قدامها، وهي مش قادرة تعمل له حاجة، حتى خدمته والرغبة في مساعدته منحها عنها. كان صمودها موضع تقديرنا، وعشان كده احنا اللي اقترحنا عليها تخرج مع عادل لما رجع من الخارج. السؤال يا دكتور مصطفى. اتفضل. شامل نفسه ما كانش بيشك في سلوى واخوها عادل؟ دكتور مصطفى أرجوك تحط قدامنا الحقيقة كلها من غير تردد. أنت راجل تقدر مسؤولية الكلمة وشرفها. أيوه، للأسف شامل كان بيشك، وده نتيجة أزمته. أزمته عكست أثرها على نفسيته وخلته يشك في الناس كلها. أنا شخصيا ما كنتش بهتم بتصرفاته دي، لأني كنت بعتبرها انعكاس طبيعي للأزمة اللي بيعانيها وعايش فيها. دكتور مصطفى، مين اللي كان بيدي الدواء للمريض؟ نادية الممرضة. دايما؟ ايوه. امال نادية بتقول انها في ليلة الحادث مش هي اللي اديت له الدواء،
وان السيده سلوى هي اللي اديتهوله. ده صحيح، انا عرفت ان سلوى هي اللي ادته الدواء امبارح على غير العاده. ليه؟ بتقول انها كانت قاعده معاه وهو اللي قال لها ناوليني الكوبايه، ناولتها له وشربها قدامها. طيب احنا متشكرين قوي يا دكتور. مش ناوية تبطلي دوشة؟ أنا ما عملتش حاجة عشان تحبسوني، أنا عندي دليل خاطئ إن سلوى هي اللي قتلت، عندي مذكرات بخط إيدها، إديني ورقة وقلم، إديني ورقة وقلم. طيب، سؤال أخير يا حمدي بيه. اتفضل خد راحتك. على أساس إيه بنيت اعتقادك إنها الممرضة؟ الحارس السابق بتاع والدها اللي شرحته لحضراتكم، وشكي في ان هي اللي قتلته بالسم رغم ان المحكمة حكمت ببرائتها. ايوه احنا ضمينا القضية وطلعنا عليها. يا ترى في حاجة تانية يا حمدي بيه غير الحادثة اياها عايز تضيفها؟ اعتقد ان غيرتها من سلوى وكراهيتها لها هي اللي دفعتها لتدميرها لدرجة قتل شامل علشان تتهمها هي بقتله، نفس الاسلوب اللي تبعته مع مرات ابوها. ادخل. هاي ورقه دي يا فندم من السجن المركزي اللي فيه المتهمه نادية. في اي حاجه بالنسبه لي؟ لا يا فندم احنا متشكرين قوي يا حبيبي. شكرا. مع السلامه. نعم. أولا يؤجل التحقيق لغدا صباحا على أن تستدعى المتهمة نادية عبد الهادي لسماع أقوالها الجديدة، والتنبيه على والدة المجني عليه بالحضور في الموعد لأخذ أقوالها. ثانيا تحبس السيدة سلوى زوجة المجني عليه وشقيقه عادل عبد الوهاب 4 أيام على ذمة التحقيق. أنا اللي قتلته، أنا اللي قتلت ابني شامل، أنا اللي قتلته، أنا اللي قتلت ابني شامل، أنا اللي قتلته. ماما إيه ده؟ أنا اللي قتلته. ماما ما تقوليش كده. أنا قتلته، أنا قتلت ابني شامل، أنا قتلت ابني شامل. كفاية يا ماما. أنا اللي قتلته، أنا اللي قتلته. معقول ده؟ أيوه أنا اللي قتلته، أنا اللي قتلت ابني شامل. طب بس هدي نفسك كده وبطلي عياط دلوقتي. حاضر. قتلتيه ليه؟ كنت عايزه اريحه من العذاب اللي كان فيه ومرضه ما كلوش علاج. بس ازاي ام تقتل ابنها؟ وقتلتيه ازاي؟ بعد ما سلوى طلعت اوضتها فضلت انا في مكاني، بصيت لقيت نور الاوضه ولع، أوضة شامل. عرفت إنه قلقان ومش جاي لنوم، دخلت عنده وقلت له مالك يا شامل؟ قال لي يا ماما مش جاي لي نوم، إديني حباية من الحبوب المنومة. وإديتي له القرص؟ لا، خدت كل الحبوب اللي في الإزازة وخدت الكوباية ودخلت الحمام اللي في أوضته ودوبتهم ورجعت له بالكوباية سقيته له بإيدي. كانوا كام قرص اللي في الإزازة يا مدام؟ ها؟ مش عارفة. بتقولي إنك عملتي كده علشان تريح ابنك من العذاب. أيوه. للأسف يا مدام حضرتك بتكدبي وبتحاولي تضليل العدالة. أنا؟ أيوه. لأن البصمات اللي وجدناها على الإزازة والكوباية كانت بصمات سلوى مش بصماتك. سلوى؟ سلوى هي اللي قتلتك؟ أنتِ لسه مصرة على كلامك؟ أنا خايفة على عادل، مش عايزاه يتحبس، عادل ملوش ذنب. طب اتفضلي روحي.
انا لولا مقدر شعورك كأم كنت ألقيت القبض عليك بتهمة الشهادة الزور. لكن معلش اتفضلي روحي. طب وعادل؟ ابني عادل ينفذ امر الحبس بالنسبة لسلوى وعادل على ان يستأنف التحقيق غدا صباحا بعد استدعاء الممرضة نادية لسماع اقوالها الجديدة. اتعمدت نيجي هنا علشان اعيشك في جو الاحداث شوية. ده المكان اللي كانت بتسهر فيه سلوى مع عادل. سيادتك مش مقتنع لحد دلوقتي ان سلوى هي اللي قتلته؟ انا عايزك تفكر معايا بهدوء. طب والمذكرات يا فن؟ هو في كام ورقة مقطوعة من الكراسة؟ حوالي 19 يا فن. وطبعا نادية قالت انها ما تعرفش مين اللي قطعهم، لكن اللي اهم من كده لما واحدة تراقب سلوى وعادل وتعرف هما بيروحوا فين وبيسهروا فين وتطلب من الجرسون انه يسجل لهم كلامهم وتطلب من المصور انه يصورهم. طب ما هي قالت ان شامل هو اللي طلب منها انها تعمل كده، وشامل كمان هو اللي قال لها تفتش اوضة سلوى علشان تلاقي المذكرات، وشامل كمان هو اللي قال لها تسرقهم علشان يبقوا دليل تقدمه لنا. طب ايه اللي سيادتك بتستنتجه بالظبط من ده كله؟ عاوز تعرف رأيي؟ إذا كان سيادتك شايف إنها مش سلوى رغم المذكرات والتسجيلات والصور، هقول لك رأيي بكرة. التحقيق لسه ما انتهاش. أنا ما زلت متأكد رغم كل ده إن الممرضة هي اللي قتلته. رغم المذكرات؟ كل اللي اتقال كذب. كذب! عادل ده ابني. وسلوى، سلوى لو كانت عايزه تسيبه كانت طلبت طلاق. امال ليه النيابه امرت بالقبض عليهم؟ على كل حال يا دكتور مصطفى التحقيق لسه ما انتهاش، ومش هم لوحدهم مقبوض عليهم، ما هي الاخرى الشيطانه اللي في تب ممرضه مقبوض عليها. ايه ده؟ انت ايه اللي جابك هنا؟ ايه اللي طلعك من السجن؟ النيابه افرجت عني يا سعاده اللواء. افرجت عنك؟ مش ممكن، مش ممكن. وجاية هنا عايزة ايه تاني؟ اذا سمحتي لي وما كانش يضايقك عايزة اخد حاجتي من الاوضة. طيب اطلعي يا نادية، اطلعي لمي حاجتك وهدومك، بس بسرعة بسرعة يا نادية. انت شايفة محدش طايقك هنا. انا ما عملتش حاجة عشان محدش يطقني، انتوا كان لازم تشكروني عشان كشفت الجريمة، جريمة قتل ابنك يا هانم. انا اذا كان ابني اتقتل تكوني انت اللي قتلتيه. اللي قتلوه في السجن يا مدام. اخلصي نادية، اطلعي هاتي حاجتك. امرك يا دكتور. حد يطلع مع البت دي؟ انا قلبي مش مطمن لها. هتعمل ايه يعني؟ خلينا في اللي احنا فيه. يعني ايه؟ يعني ايه يا حمدي؟ سلوى وعادل هما اللي قتلوا شامل؟ مش ممكن. يا عبد الهادي افندم، لو سمحت اتفضلي معانا. على فين؟ انا افرجه عنك. عندنا امر بالقبض كتير. اتفضلي. عاوزه تنكري ان الورقه دي كانت في شنطتك؟ اتكلمي. الورقه دي لقيتها عند شامل في الاوضه ساعه ما دخلت عليه الصبح، ولقيته
بعدها. كنت متأكد انك اول واحدة هتدخلي عليا الأوضة الصبح زي عادتك، بس المرة دي مش هقدر اقولك صباح الخير. اسف اسف للمفاجأة. ارجوك تملكي اعصابك وتنتبهي كويس للي هقولهولك. نادية هتخرجي دلوقتي وتعليني وفاتي، ولما الكل يكتشفها تعليني انها جريمة وتبلغي النيابة بنفسك، واوعي تنسي تنبهي عليهم ان محدش يلمس حاجة في الأوضة قبل ما النيابة ما تيجي. نادية امبارح بالليل بعد ما دوبتيلي قرص المناوم قلتلك اني هشربه بعد شوية، وطلبت منك انك تخلي الازازة جنبي يمكن احتاج لقرص تاني. وبعد ما خرجتي دوبت بقية الاقراص بعد ما عديتهم وكانوا 9. ناديت على سلوى وكنت لطيف معاها جدا جدا، وبعدين طلبت منها انها تناولني الكوباية، وقلت لها ترجع الازازة الفاضية على الرف مكانها. نفذت سلوى كل اللي طلبته منها من غير ما تشك في أي حاجة. نادية اوعي تمسك الإزازة والكوباية، لأن عليهم دلوقتي بصمات سلوى. أنا سبت شوية من المحلول في الكوباية عشان تطلبي تحليله ورفع البصمات من على الإزازة والكوباية. أما بالنسبة لعادل فأنا تعمدت أضايقه وأزعله علشان يسافر فجأة. لازم تبلغي النيابة عشان يمسكوا بسرعة، ولازم تحصلي على مذكرات سلوى وهي مشغولة بعد اكتشاف موتي وتقدميها للنيابة. وسفر عادل المفاجئ هيكون أقوى دليل على خيانته. نادية ايه رأيك في خطتي؟ مش أحسن من السم اللي كنت عاوزة تموتيهم بيه؟ نادية خطتي دي مش هتنجح من غير مساعدتك، ده آخر طلب بطلبه منك يا نادية. آسف مرة تانية. الوداع يا نادية. الوداع يا نادية. الوداع يا نادية. وكنت عاوزة تسميهم كمان. النهارده كام الشهر؟ النهارده أول يناير يا فندم. أول يناير. تبقى دي القضية رقم واحد. اكتب. يفرج عن السيدة سلوى صالح والمهندس عادل عبد الوهاب الانتفاء الجريمة. ثانياً، يستمر حبس المتهمة نادية عبد الهادي بالأوصاف والمواد التالية: أولا البلاغ الكاذب، إزعاج السلطات لأنه في الفترة ما بين